السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عندنا شربة فريك. على بالي شربة فريك ما يديروش فيها الخضرة، بصح هذه صدقوني جربتها ولا أروع. أول حاجة اللي هنا نبدأ بالقدرة تاعنا ولا الكوكوت، شوية زيت وسمن، اللي ما عندهاش سمن تستغنى عليه. اللحم غسلناه، حبة زرودية مقطعة، حبة بصلة، عدنا الكرافس، عدنا قصبر، عدنا حبة طماطيش مقطعة، عدنا طماطيش تاع الباطة، حميصة مشمخينها منفخينها من البارح، ولهنا فريك غسلتها وحطيتها تغسل تنشف سمحولي. عدنا راس الحانوت، عدنا شوية تاع ملح، شوية فلفل كحل، وعدنا فلفل عكري. هذا ما كانوش يجي في الفريك، نقول لك علاه، لأنه راس الحانوت ديجا فيه كلش، ما كان لها تبقى تزيدي في هذوك الإضافات. نخلو الزيت تاعنا مع السمن يسخن، نلوحو عليه هذاك المرسوة تاع اللحم. تحبي ديري بقري، تحبي ديري غنمي، تحبي تعوضيها بالدجاج، شربة فريك بالدجاج ثاني كرهها تجي ولا أروع. والفريك باش نقولكم يعني كي تغسلوه خلوه يتنفخ القليلة نص ساعة، لازم يتنفخ. كي يتقلى اللحم تاعنا نهبطو عليه الزرودية. ديما أنا كم شفتوني بلك نقلي اللحم نعاد وراه الزرودية باش تعطيني هذاك الطعم ما شاء الله. أنا عندي زوج سنات ثوم خليتهم هكاك، ما حبيتش نقطعهم في وسط القدرة. واللي ما تحبش الطعم تاع الثوم تستغنى عليه، بصح هي شربة فريك بالثوم راها البنة الله يبارك. بعد ما هبطنا اللحم تاعنا تقلى، درنا عليه الزرودية، هبطنا عليه البصلة وزوج سنات ثوم، هبطنا عليه هذاك الكرافس، حبة الطماطيش والقصبر، ونقلو مليح 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 القدرة تاعنا. اي حاجه اي حاجه حبيتيها تجيك بنينه لازم تتقلى مليح في القدره. عدنا لهنا لاصوص، انا عندي صوص طومات، ما عنديش هذيك الطوماطيش القاصحه، يعني انتم انا عندكم ديروا زوج مغارف، انا لهنا اكيد زودت شويه بس هي ان صوص، وخليها تتقلى مع هذوك المكونات. نقولكم علاه طوماطيش ديما تتقلى في وسط الزيت باش تروح لها هذيك الحموضيه. نهبطوا عليها التوابل، عود تاع قرفه، مغرف تاع فلفل عكري، مغرف تاع ملح، وهبطنا عليها نص مغرف تاع فلفل كحل، ومغرف شويه معمره تاع راس الحانوت، وهبطنا عليهم هذيك الفريك. الفريك ديري القياس تاع الشربه انتي واش حبيتي، العبر اللي حبيتي عليه. لهنايا الماء تاعي سخون، حركنا ذاك الشيء وكان كل شيء تقلى مليح مليح. نمرقو القدرة تاعنا، امرقيها بلا كونتيتي اللي حبيتي عليها انتيا، الماء راه ما عندوش عبر. شوفي هذاك الشيء الله يبارك، ديجا الريحة راها طلعت قبل ما تطيب. خلي القدرة تاعك حتى تتقلى عاد باش تلوحي الحميصة. جربوها خواتاتي ان شاء الله، وراها صحية وتنجحوا فيها والبنة. وش نقولكم، اللهم صل على الحبيب. هاي ليك القدرة تاعي حتى تغلي عاد باش نهبط الحميصة تاعي فيها. معروف انه الحمص الا تلقى مع الملح صعيب عليه باش يطيب. انا لهنا عندي لحم بقري والحميصة مشمخة وليلة كاملة ومقطرتها، على هذيك القدرة تاعي راح تاخذ لي شوية وقت. نسكر عليها ونقولكم شحال الوقت اكزاكت. راها سهله 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 وما تاخذش الوقت، يعني اللي تجي وحده خدامه سختو في سيدنا رمضان ولا راه ما تاخذلهاش حتى نص ساعه، سختو اللي درتيها في لاكوكوت. ها هي اللي هنايا نقصت لها على نار متوسطه حتى غلات. سكرنا الكوكوت تاعنا، تاكدي بلي الكوكوت تسكرت على جال السيفتي تاعك. انا حتى طلع هذيك العفسه باش تتسكر خليتها أنايا مع اللحم مع كل شيء، خليتها 40 دقيقة قد قد 40 دقيقة على نار متوسطة. هاكا نفتح الكوكوت تاعي بشوية، نفستها باش نشوف إن شاء الله يا ربي. هاي ليك الله يبارك الريحة، واش نقولكم ما شاء الله. انا اللحم بقري خليتها 40 دقيقة، انتي لا عندك غنمي 25 دقيقة ما تزيديهاش. هاي ليك الشربة تاعنا، الحميصة طابت، قويت لها باش تغليلي. انا كيما قلت لكم التوابل اي زي حاجة تزيدوها
زايد ناقصكم دايره راس الحانوت ما كلها تكثروا لها باش تجيكم هذيك البنه تاع الشوربه بالشان والطبع. وعلى بالكم باللي الحريره سمحوا لي الفريك كي يكون صابح راه يجي احسن من اللي طيبتي هذاك النهار. المهم كيما شفتوني حليت عليها الكوكوط، خليتها عقدت مليح مليح، وهاي ليك الشوربه النهائيه تاعنا، تاكلوها بالصحه ولهنا يا ربي. ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ولا كاش حاجه خلوا لي في لي كومونتير، على بالي ما تحكموش حتى تجربوها وتذوقوها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو والمره الجايه ان شاء الله، وشكرا.